مع الرئيس عبد الفتاح السيسي بمزيد من الحزن والأسى السيدة زينب مصطفى التي وفتها المنية في هذا اليوم المبارك. وفي تغريدة له عبر مواقع التواصل الاجتماعي أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن هذه السيدة الفاضلة ضربت المثل العظيم في الوطنية والانتماء والوفاء لبلدها حين قامت بالتبرع بقرطها الذهبي لصندوق تحيا مصر. كما شدد الرئيس السيسي على أن السيدة زينب مصطفى رحمها الله كانت خير نموذج للمرأة المصرية وما تقدمه طوال الوقت من دروس وعبر في التجرد والتضحية بأغلى ما لديها فداء لوطنها.